تم تنظيم وقفات احتجاجية عمت جميع الكوادر الصحية والمهنية في مستشفيات العراق احتجاجاً على تسويف الحكومة لمطالبهم في رفع رواتبهم ورفع مخصصات الخطورة، حيث نظمت الكوادر الصحية والمهنية والتمريضية في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة النجف وقفة احتجاجية. فنشاهد. الملاكات الصحية والتمريضية في مستشفى الزهراء التعليمي اليوم للمطالبة بإقرار قرار مجلس الوزراء المرقم 61 لسنة 2019 والمطالبة بمنح مخصصات خطورة مهنية 30% ورفع التسكين الوظيفي، وهنالك مماطلة وتسويف من قبل وزارة المالية لتنفيذ القرار. فهذه اليوم وقفة احتجاجية لكافة الملاكات الصحية والتمريضية في مستشفى الزهراء التعليمي خرجت. كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى للمهن الصحية في محافظة ذي قار للمطالبة بإقرار قانون رفع مخصصات الخطورة.